السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لإصحاح التمرين رقم 42 من الدرس الأول مبادئ في المنطق. نص التمرين يقول: باستعمال الاستدلال بالتكافؤ بين أن أولا مهما يكون X ينتمي إلى X زائد ومهما يكون Y ينتمي إلى X زائد، لدينا X زائد Y زائد 2 يساوي 2 عامل لي جذر مربع x زائد جذر مربع y، تكافئ بأن x يساوي 1 و y يساوي 1. ليكون x و y عددان حقيقيان موجبا لدينا، سنبدأ من الطرف الأول وسنحاول إيجاد الطرف الثاني. 2 هي 1 زائد 1، ثم هنا سأقوم بعملية النشر فأحصل على 2 جذر مربع x زائد 2 جذر مربع y. أقوم بتحويل هذا التعبير للطرف الأول ليصبح ناقص 2 جذر مربع x ناقص 2 جذر مربع y. x موجب، إذن x يساوي جذر مربع x أس 2. ناقص 2 في جذر مربع x هي ناقص 2 في جذر مربع x في 1، 1 هو 1 أس 2. بنفس الطريقة لدينا y موجب، إذن y هو جذر مربع y أس 2. ناقص 2 في جذر مربع y تساوي ناقص 2 في جذر مربع y في 1، هو 1 هو 1 أس 2. هذان التعبيران يكتبان على شكل المتطابقة الهامة رقم 2، إذا نحصل على جذر مربع x ناقص 1 لكل أس 2 زائد جذر مربع y ناقص 1 لكل أس 2 تساوي 0. مجموع تعبيران موجبان يساوي صفر، هذا يعني بأن التعبيران منعدمان معا، وبالتالي نحصل على جذر مربع x ناقص 1 الكل أس 2 تساوي صفر، يعني جذر مربع x ناقص 1 تساوي صفر، و جذر مربع y ناقص 1 الكل أس 2 تساوي صفر، يعني جذر مربع y ناقص 1 تساوي صفر. نقوم بتحويل ناقص 1 للطرف الثاني في المتساويتان معا، فنحصل على جذر مربع x يساوي 1 و جذر مربع y يساوي 1. نقوم برفع الطرفين معا إلى المربع في المتساويتين معا، فنحصل على جذر مربع x مربع يساوي 1 مربع و جذر مربع y مربع يساوي 1 مربع. جذر مربع x مربع هو x و جذر مربع y مربع هو y، 1 مربع هو العدد 1، وبالتالي برهنا على أن لكل عدد حقيقي x موجب ولكل عدد حقيقي y موجب، x زائد y زائد 2 تساوي 2 عامل لجذر مربع x زائد جذر مربع y، تكافئ بأن x يساوي 1 و y يساوي 1. ثانيا، باستعمال الاستدلال بالتكافؤ لنبين أن مهما يكون x و y عددان حقيقيان موجبان، لدينا x زائد y مقسوم على 2 أو x زائد y الكل مقسوم على 2 أصغر من أو يساوي x أس 2 زائد y أس 2 الكل مقسوم على 2 تحت الجذر مربع. ليكن x عدد حقيقي موجب وليكن y عدد حقيقي موجب، سنبدأ من هذه العبارة وباستعمال التكافؤات المتتالية سنحاول إيجاد عبارة صحيحة. لدينا x زائد y الكل مقسوم على 2 أصغر من أو يساوي x أس 2 زائد y أس 2 الكل مقسوم على 2 تحت الجذر مربع، الطرفان موجبان معا، إذن يحق لنا الرفع إلى المربع. الطرف الأول يكتب على شكل a على b الكل أس 2 تساوي a أس 2 مقسوم على b أس 2، والطرف الثاني يكتب على شكل جذر مربع a الكل أس 2 والذي يساوي a. ثم نقوم بتحويل هذا التعبير للطرف الأول ليصبح للطرف الثاني ليصبح ناقص x زائد y الكل أس 2 مقسوم على 2 أس 2، 2 أس 2 هي 4. ثم هنا لدينا متطابقة هامة رقم 1، نحصل على x أس 2 زائد 2 x y زائد y أس 2. المرحلة الموالية نقوم بتوحيد المقام، من أجل هذا نقوم بضرب بسط ومقام الكسر الأول في العدد 2، ثم نستعمل نفس الكسر فنحصل على 2 x أس 2 زائد 2 y أس 2 ناقص x أس 2 ناقص 2 x y ثم ناقص y أس 2، والمقام هو 4.
اثنان اكس اس اثنان ناقص اكس اس اثنان تعطي اكس اس اثنان، اثنان ايغريك اس اثنان ناقص ايغريك اس اثنان تعطي ايغريك اس اثنان. هذا التعبير الاخير ما هو الا المتطابقة الهامة الثانية. بما ان العبارة مهما يكون x و y عددان حقيقيان موجبان، x ناقص y الكل اس 2 مقسوم على 4 اكبر من او تساوي الصفر، عبارة صحيحة. اذا حسب الاستدلال بالتكافؤات المتتالية نستنتج ان لكل عدد حقيقي x موجب ولكل عدد حقيقي y موجب، x زائد y الكل مقسوم على 2 اصغر من او تساوي x اس 2 زائد y اس 2 الكل مقسوم على 2 تحت الجذر مربع. بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فلكم جزيل الشكر على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.